معاكم الكابتن عزوج. قبل ما اتكلم في اي حاجه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات، يلا نايمين عندي في اليوتيوب اعملوا لايكات وتفاعل ودعم. عايز اقول اتكلم النهارده عن، تعال اقول لك رياضه المشي بتعمل ايه. تمام، رقم واحد رياضه المشي بتحسن من اللياقه البدنيه بتاعتك، رقم واحد. رقم اثنين، لو عندك قله حركه او انت مش قادر تتحرك، فمن خلال المشي زي ما انا بمشي، انا بسرح اهو، عملي فيديو كلام وعمل. اول حاجه بتحسن من اللياقه البدنيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، يبقى قلنا ايه؟ بتحسن اللياقه البدنيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، بتحسن من الحاله النفسيه بتاعتك السيئه، رقم اثنين. رقم ثلاثه، لو عندك خشونه في الركبه، خشونه مجرد ما تمشي الخشونه في الركبه دي مش بتتعالج الا بالمشي. لما تيجي تمشي كده حتى الدكتور يقول لك لو انت عندك خشونه لازم تمشي شويه. تمام. رقم بقى ثلاثه ولا اربعه، اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، اللي عنده قلب، امراض الدنيا كلها، هي المشي. المشي مش ما حدش يجي يقول لك ايه رياضه ما بتعملش حاجه، رياضه مش عارف ايه. لا يا حبيبي، رياضه بتساعد على حرق الدهون، بتحسن من اللياقه البدنيه بتاعتك. لكن انت عايز تخس لازم تعمل حاجتين، تظبط اكلك واعمل رياضه. لكن ما تجيش تقول لي رياضه مش هتعمل حاجه. لو رياضه ما عملتش حاجه ما كنتش انا كعدوش لعبتها. انا بقالي سنين بعمل رياضه، في تحسن، تحس ان انت ايه اتغيرت في الصحه النفسيه، في الحاله النفسيه السيئه كله. فرياضه المشي بالذات بتظبط معاك. اشتركوا في القناه وعملوا لايكات. شكرا لكم.